تأهل منتخب المملكة العربية السعودية لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بعدما حقق فوزا مهما على اليابان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. سجل هدف اللقاء الوحيد فهد المولد بالدقيقة 63 ليرتفع رصيد الأخضر إلى 19 نقطة في المركز الثاني خلف اليابان صاحبة الصدارة برصيد 20 نقطة ليتأهل معا إلى مونديال روسيا، فيما يخوض منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثالثة مباراتي الملحق أمام نظيره في المجموعة الأولى سوريا، علما بأن الفائز منهما يواجه منتخبا من قارة أمريكا الشمالية على البطاقة المؤهلة للمونديال. Yeah.